عملية تلقيح ضد الكوفيد 19 على مستوى الصحة العمومية وبعض الفضاءات. هنايا على مستوى مديرية الصحة والسكان ولاية برج بوعريريج قمنا بفتح فضاء مخصص لعملية تلقيح كوفيد 19 على مستوى دار الثقافة. كما لاحظين هنا أن المكان هذا يعرف كذلك يعني كمام إقبال من طرف المواطنين. العملية هذه تم التحضير لها يعني منذ أيام. جميع الموارد المادية والبشرية وضعت خصيصا لإنجاحها. كاين مساهمة تاع الحماية المدنية وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية. عملية التلقيح على مستوى الولاية تسير بطريقة روتينية بفاصون تخي ساتيسفيزون. كاين هناك إقبال كمام على مستوى المراكز. على مستوى هذه الساحة حابين إن شاء الله نسيبليو أكبر عدد من المواطنين. مام تحديد الفئات لأن ما كانش سي فادير لي جون كي أون بوز دو فيزيتون بريزونتي بور سو فير فاكسيني. على مستوى الولاية حاليا رانا لقحنا استعملنا أكثر من 14000 من الجرعة. بالنسبة للجرعات الثانية كذلك تتم بطريقة يعني عادية. نؤكد برك على ضرورة احترام التدابير الوقائية لأنه طاف ما لحقناش المناعة الجماعية الخطر اللي راهو توجو كاين لنا. حنا كاين إقبال إن شاء الله من صديق اون فا اتيندغ نوتخ أوبجيكتيف. جو تيان رومارسي يعني الجميع اللي بارتيسيباو في هذه لوبيراسيون على رأسهم السيد والي الولاية. القطاعات اللي شاركت معنا كما خصيت بالذكر الحماية المدنية بعض الجمعيات اللي يعطيهم الصحة وخلي نشكروا المواطنين على الوعي تاعهم باسكو الإقبال هذا سي اون بروف كو ميم دو بريز دو كونسيونس. جو رومارسي. فين هما المواطنين برك؟ حنا المواطنين مش نراعيو الدولة الجزائرية يعني يعطيها الصحة الدولة الجزائرية يعطيها الصحة وفرت اللقاح حطته على لا ديسبوزيسيون دو تو لو موند دونك يفو سيزير لوبورتينيتي. نستغلوا الفرصة إن شاء الله باش نلقحوا روحنا على الأقل نقضيو على الوباء هذا ونستعادوا حياتنا الطبيعية بإذن الله. تبعا للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 والتي أطلقتها السلطات العمومية وبادرت إليها المديرية العامة للحماية المدنية. اليوم تشارك مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج في الحملة التحسيسية للتلقيح ضد وباء كورونا والمبرمجة يومي 16 و17 جوان 2021 على مستوى دار الثقافة بالتنسيق مع جميع الزملاء والفاعلين وعلى بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان للولاية. الحملة التحسيسية جندت لها مصالح الحماية المدنية كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها. على سبيل المثال نصب خيمتين لاستقبال المواطنين، تجنيد سيارة طبية، سيارة إسعاف طبية مدعمة بطبيب الحماية المدنية، طبيب نفساني، تجنيد أعوان للحماية المدنية ذكور وإناث لتوعية المواطنين بالتلقيح ضد فيروس كورونا. كل هذا يبقى دائما الإجراءات الوقائية المتخذة للقضاء على وباء كورونا من خلال التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة، والتطعيم والتنظيف والتطهير داخل البيوت.